أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أسبوع البلد، أبرز ما لدينا في حلقة اليوم. الصيد العشوائي للأسماك مشكلة تهدد الثروة السمكية في المحرة. أبين، الثأر يضاعف معاناة المواطنين ويحصد أرواحا بريئة. وخريجو قسم الإعلام بجامعة إقليم سبأ في مأرب يكرمون أساتذتهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من أسبوع البلد وتقارير منوعة كالمعتاد. البداية من المهرة، هناك حيث المعاناة الكبيرة التي يعيشها الصيادون في المحافظة وعلى طول الشريط الساحلي، خصوصا بعد تراجع مستوى دخلهم بسبب عملية الصيد الجائر للأسماك جراء انتشار وتوسع مستخدمي الشرطوانات، وهي آلات أو أشباك يصطادون بها أو يستخدمها الصيادون، وأيضا هناك وسائل أخرى مشابهة لكنها أيضا عشوائية يستخدمونها في الصيد. هذه الأدوات تشكل خطر كبير وتهديد على دورة حياة الكائنات البحرية وتنذر أيضا بانقراضها. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نشاهدها وإياكم في هذا التقرير من المهرة. الخوف واليأس ينتابان هؤلاء الصياطين في محافظة المهرة نتيجة لتزايد الصيد الجائر والعشوائي للأسماك، ما يؤثر بدرجة رئيسية على الشعاب المرجانية ومساكن الأسماك وصغارها المحرم اصطيادها دوليا. وأما الشرطوانات هذه عطال واضح وهم عارفينه، الشرطوان يجرف من هنا إلى حد صيحوت إلى حد حوف، ويخلف الشرطوان ثاني ونفس الشيء، 20-50 شرطوان تجرف ليل مع نهار بالهوادة. أصحاب الشرطوان جابوا عدهم أغضر منه وأخس وأذب الذبل الذي هو شرطوان حق الربيان على ما يقولون، جرف حتى البيض من الأرض، طلعها بيض طلعها جرفوها وجابوها في الديشة إلى هنا وباعوها على المصانع. هذه تنتج كل حبة واحدة بتنتج يمكن تقريبا 6 مليون على ما يقولون، منها من يعيش نص ويموت نص، والله أعلم. والعطال كثير عده لا يعد ولا يحصى. يدفع الكثير من هؤلاء قواربهم نحو البحر وهي محملة بهذه الشباك العملاقة والخطيرة على الثروة السمكية ومستقبل الحياة البحرية وعلى مصدر دخل أكثر من 50% من الأسر المعتمدة بشكل أساسي على مهنة الصيد في محافظة المهرة. أرسلها هذه الأصحاب شرطوانات يكون جزاهم الله خير لو كفوا أنفسهم من هذا الأذى وعسى يغنيهم الله. والرسالة الثانية الذي هو الذي يعتبر نفسه هو في الآمن أو مسؤول أن يقوم بواجبه دائما باستمرار، ولقد قالوا وعدونا وبنحفظ الأمن وبنقيد كل الصيادين وغيرهم الذي هم أصحاب الخراب، وإلى حد الآن ما فيش حتى قيد. وعلى هذه الحالة والله أعلم بعد شي وقت قريب كيف يكون حالة البحر. معاناة كبيرة يعيشها الصيادون هنا على طول الشريط الساحلي للمحافظة بعد تراجع مستوى دخلهم من عملية صيد الأسماك نتيجة انخفاض كمياتها جراء انتشار وتوسع مستخدمي الشرطوانات وغيرها من الوسائل العشوائية في الصيد التي تشكل خطرا وتهديدا جسيما لدورة حياة الكائنات البحرية وتنذر بانقراضها. نحن نشكي من الصيد العشوائي، الصيد الجائر اللي خرب البحر. الصيد هذا القريف والحوي خرب البحر، والصياد مغلوب على أمره، الصياد اللي هو ضبحان مغلوب على أمره، يطلع مسكين ما معه حق البترول ويجي يخرج ما يحصل حتى حق البترول، يخرج له معه حبتين صيد وباع بالحاصل ومسكين على أمره. لكن اللي عندهم إمكانيات يطلعوا حوي يطلعوا قريف خربوا البحر، ما بقي بالبحر أي رسالة أوجهها أن يحافظوا على هذه الثروة الموجودة بالبحر حتى يستفيد منها الناس جميع، الناس ضباحة وش تستفيدوا البحر. ضعف الرقابة الحكومية على عملية الصيد العشوائي والجائر وعدم احترام القوانين واللوائح المتعلقة بالثروة السمكية
وتربية الأحياء المائية، كل ذلك يسهم في انخفاض عدد الأسماك وتهديد دخل المئات من الصيادين. قريب هذا ما بغينا، تعبنا له، شل صغير وكبير وعطلنا. شوف كيف؟ والبترول غالي، أكل غالي، كل شيء غالي، تسبب الأسماك وشلوه الصيد الصغير والكبير، كله شلوه، ارموا في برا، خلوهم ميت. ما تحط ريولك كان اول تسال الناس كل مايت حقاز زي الشنابيق هذا هذا سلاح كذاب. تهديدات كبيره اذا تطال الثروه السمكيه والاحياء المائيه، فضلا عن التهديدات البيئيه لعمليه الاصطياد في حال استمرار الاستنزاف الكبير العشوائي للثروه السمكيه. لبرنامج اسبوع البلد قناه المهريه محافظه المهره. هذا الأمر مشاهدينا ينذر بوجود كارثة بيئية حقيقية وأضرارها لا تقتصر فقط على الصيادين وإنما على جميع المناطق الساحلية وأيضا على الثروة القومية. بالفعل أمر يحتاج أن تلتفت إليه الجهات المختصة من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة الصيد العشوائي. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر وتحديدا من حضرموت، مع تزايد المركبات المجهولة وانتشارها بشكل كبير هذا الأمر أدى إلى إعاقة الطرقات، وقامت الأجهزة الأمنية بعملية ضبط لمرتكبي الجرائم، لكن هذه العملية كانت تحتاج إلى أن تدشن إدارة شرطة السير ترقيم المركبات المجهولة. بعد أشهر من التدشين أيضا نفذت حملة مرورية للمركبات المجهولة، إذ تستقبل في اليوم الواحد نحو 100 مركبة مجهولة. تفاصيل هذه الحملة التي أقيمت من أجل الحد من انتشار الجرائم وأيضا غيرها من الأمور التي ترتب عملية السير أو تنظم عملية السير في المكلا نشاهدها وإياكم في سياق هذا التقرير. في صباح كل يوم ينتشر عناصر الشرطة المرورية في الشوارع أمام المركبات، يتأكدون من أنها تحمل لوحات معدنية ويدخلون المجهولة منها إلى ساحة المرور لترقيمها. حملة مرورية لإدارة شرطة السير بساحل حضرموت بعد الإعلان عن ترقيم المركبات بشكل مؤقت ودائم، إذ بدأت الإدارة بتوفير لوائح منذ مطلع العام الجاري. نحن قمنا بإشعار الناس حسب التعليمات اللي جاتنا من القيادة بترقيم السيارات، وقمنا بتوفير الأرقام داخل إدارة شرطة السير وأعلنا. في ناس استجابت للموضوع وفي ناس لم تستجيب إلى حد الآن، والآن نحن قمنا بحملة صغيرة أمام بوابة شرطة السير لكي نضبط السيارات الغير مرقمة، ندخلها الحوش ويقوم بالترقيم ونطلق سراحها على طول. يعني مع كثرة الاستيراد المتزايد للمركبات في المحافظة تزداد ضرورة ترقيمها، فجاءت الحملة للقضاء على انتشار المركبات والدراجات النارية المجهولة. أكثر من 1000 مركبة ونحو 200 دراجة نارية رقمت خلال الشهر الماضي في خطوة تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار وسرعة ضبط الجرائم المنتشرة. بالنسبة للحملة المرورية هي في الأول والأخير الحملة أمنية، وهدفها تثبيت الأمن وتخفيف الازدحامات وضبط المخالفين والسيارات المطلوبة، يعني استداب الأمن بشكل عام عن طريق المركبات. نحن حذرنا مرارا وتكرارا حول الحملة المرورية الشاملة اللي بتشارك فيها جميع الوحدات الأمنية، وبدينا حوالي من شهر ابريل يمكن ونحن في تزايد. ان شاء الله يعني تكون خطوه جباره هذه تكون، ان شاء الله يستجيب المواطنين لها وكل واحد يجي ياتي المكان هذا ويرقم بسرعه مشان يحافظ على سلامه المرور وسلامه مرور المواطنين. بتكاليف مخفضه انطلقت الحمله مراعاه لما يعانيه المواطنون من اوضاع معيشيه صعبه. إدارة المرور أكدت أهمية ترقيم المركبات للتقليل من الجرائم ومساعدة الجهات الأمنية للوصول إلى مرتكبيها، إذ تم اكتشاف سيارات مسروقة
خلال هذه الحملة. زكريا محمد لأسبوع البلد المكلا. زيت السمسم مشاهدينا الكرام هو من أجود أنواع الزيوت الطبيعية التي يتم استخراجها بطرق تقليدية وبأدوات بدائية. محافظة شبوة اشتهرت بهذا النوع من الزيوت ويستخدم في أصناف متعددة من الطعام ويعد من الزيوت الصحية. تتطلب عملية الاستخراج والطحن لهذا النوع من الزيوت طرقا ووسائل خاصة أكسبتها شهرة ورواجا واسعا داخل المحافظة وخارجها. نتابع. ما أن تقترب من إحدى المعاصر التقليدية في مدينة عتق تتسلل إلى أنفك رائحة السمسم البلدي التي تملأ المكان بطرق تقليدية وأدوات بدائية. لا تزال مهنة استخراج زيت السمسم في محافظة شبوة تحظى بشعبية واسعة وإقبالا متزايدا على شرائه. يتم عصر السمسم واستخراج زيته بواسطة جذع شجرة على شكل دائري مجوف من الداخل، تتوسطها خشبة منحوتة بشكل دائري ومربوطة بحجر كبير، وتوضع بذور السمسم في المعصرة مع إضافة قليل من المياه الساخنة إليها ليتم الحصول على زيت نقي بلون بني ورائحة زكية فواحة. نعصر دهن بلدي خالص، بلدي أبيني من حق دفينه، وبلدي من حق خوره، وبلدي من حق مرخة، وبلدي من حق بيحان، والنوع الثاني برضه دهن ممتاز مخلوط اثيوبي ابيض مع التهامي، يطلع دهن زين يعني، بس قده هو يعني جوده مليحه، هو كل اعتمادك يعني على السمسم زين. اذا السمسم الحبه دقيق حقه ما شاء الله ماليه يجي الدهن زين، اذا تقيل حبه ضعيف خفيف هذا ما هو شيء سمسم، وتقيل ريحته تقتن. والسمسم كل ما كانت الحبه باهيه في اليد كل ما كان له طعم وله ذوق. تمثل المعاصر التقليدية في شبوة جزءا مهما من الموروث الشعبي المتداول منذ مئات السنين، وتعتبر مصدر دخل مهما لكثير من الأسر. وتمر عملية تحضير الحبوب بعدة مراحل قبل عصرها، أهمها اختيار النوعية الجيدة وفرزها ومن ثم تنقيتها يدويا وإزالة الأتربة والشوائب عنها. وتنتج المعصرة التقليدية ما يقارب 20 لترا يوميا من الزيت الخالص. نحن بدأنا بالطواحين من عام الثمانينات، أجدي وبعدها أبوي وبعدها نحن والآن العيال، و نصف في الحبوب حقها من الشوايب، فإن إذا كان شوايب فيه ما يطلع يعني تمام. الأقبال برضه من الزباين خارج المحافظة وداخل المحافظة يزكنوا عليك قبل يعني 4 أيام 5 أيام، يتصل عليك جهز لي 200 دبة 300 دبة يعني 4 كرتون 5 كرتون، وبرضه هنا سحب يعني تفرقه ما يحتاج. الدهن في هنا في شبوة أعتقد لا بيت يخلو ولا بيت يعني يخلو من الطلب على الدهن، يستخدمونه لعدة أشياء، شيء طبيعي يعتبر روتين يوميا بالنسبة لنا، يعني حاجة ما نستغني منها. تواجه المعاصر التقليدية منافسة حادة من المصانع الحديثة التي تقل جودتها ويكثر إنتاجها، إلا أن هناك من يفضل الصناعة القديمة التي لا تزال تحتفظ بجودتها العالية. ويعتبر زيت السمسم عنصرا أساسيا في المائدة الشبوانية، كما يستخدم علاجا لبعض أمراض الصدر وآلام المفاصل. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد شبوة. مشاهدينا الكرام، ظاهرة الثار من الظواهر السلبية التي اكتوت بنارها العديد من المجتمعات في اليمن، وما زالت الأصوات تتعالى للمطالبة بحلول تحد من انتشارها، لا سيما بعد تفاقمها جراء الحرب القائمة في البلاد. محافظة أبين واحدة من المحافظات التي عانت كثيرا من ظاهرة الثار على مدى عقود من الزمن، وهي كبقية المحافظات التي تحكمها أعراف القبيلة، وكان للثار فيها حكايته التي لم تنتهي بعد. نتابع. تتعالى الأصوات المطالبة بحلول تحد من ظاهرة الثأر التي تفاقمت مع استمرار الحرب القائمة في البلاد، وتزداد آلام المواطنين يوما بعد آخر. فإلى جانب الحرب الطاحنة والأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمنيين،
تعاني القبائل من تزايد ظاهرة الثأر. محافظة أبين واحدة من المحافظات التي عانت من ظاهرة الثأر على مدى عقود كبقية المحافظات التي تحكمها أعراف القبيلة، وكان للثأر فيها حكايته التي لم تنتهي بعد. ظاهرة الثأر هي ظاهرة سيئة جدا في هذا الوقت، ودائما ما نرى الثارات ودائما ما نرى زيارات بين القبائل وطلب المسامحة وكذا أحكام يعني مجحفة في ظل البلاد، يعني حالتها سيئة. وأنا أطالب بصراحة إلقاء الثارات خاصة في ظل هذا الظروف، هذا ظروف اليمنيين ظروف يعني قلة معيشة، ظروف حرب من جميع النواحي. فيستحسن بصراحة أن تجتمع الناس الوجهة والقبائل وأن يلقون أقل شيء يعني مسألة الثارات يعني ولو حتى إلى بعد حين. وأمام هذه المعاناة المستمرة يحاول الوجهاء من القبائل التدخل بخيط أبيض لإصلاح ذات البين وإنهاء هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة وسط قصور من الجهات الأمنية عن معالجتها. احنا في ظل القرن 21 يجب أن تكون أحكام قضائية، لأن الحكم القضائي هو يعني يقتنع قناعة لكل المواطنين. أما أن يأتي أي إنسان يعتبر نفسه الشيخ ويحكم هكذا جزافا أو يخرجون الرجل هذا كذا من السجن بدون حكم ويحكمون عليه في الساحة، فهذا نحن يعني في القرون الواحد في القرن 21 ولا أي حق هكذا أن نرجع إلى ظل الجاهلية، هذا لا يكون إلا في ظل الجاهلية. والله هذه قضية الثار الموجودة في الجمهورية اليمنية بشكل عام تأثرت على المجتمعات سلبا، ويمكن تجاوزها أولا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدين الحنيف الذي يوصي إلى ويدعي إلى السلام وإلى المحبة والوئام. الأمر الثاني تكاتف الناس، والأمر الثالث الإعلام. الإعلام له دور مهم في نشر الفضيلة ونشر يعني برامج توعوية وثقافية لخطورة هذه المسألة وتجاوزها حتى يعيش الناس بأمن وسلام بإذن الله تعالى. ويأمل المواطنون من الجهات المعنية تفعيل دور الأمن وإعادة المحاكم والقضاء ومحاربة هذه الظاهرة التي أضرت بنهوض المجتمعات في شتى المجالات. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بعده لمتابعة أسبوع البلد، تكرموا بالبقاء معنا. لكل قضية ملف نجمع أوراقها أحداثها وأبعادها هنا على هذه الطاولة، نفتح ملفات ونغلق أخرى في قالب يقتفي أسر الحقيقة ويعيد لها الاعتبار. في الملف المعلومة هي الأصل. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. ثانوية الصبال للبنين في مدينة سيئون بوادي حضرموت تعد الثانوية الحكومية الوحيدة في المديرية وتمثل أقدم ثانوية بالمدينة، لكنها منذ إنشائها لم تحظى بأي مشروع جديد في مبانيها التي باتت متهالكة وغير مهيئة للدراسة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. منذ ثمانينيات القرن الماضي لم يتم القيام بأي مشروع جديد في مباني هذه الثانوية بمديرية سيئون في حضرموت. ثانوية الصبان للبنين هي الأقدم والوحيدة في المنطقة وباتت مبانيها متهالكة وغير مهيئة لأجواء الدراسة. المئات من الطلاب يتلقون تعليمهم في صفوف دراسية صغيرة لا توجد بها أدنى المقومات الأساسية للتعليم، إضافة لانطفاءات الكهرباء التي تخنق الطلاب بشكل يومي. طبعا ثانوية الصبان مبانيها مباني قديمة بنيت من الطين من قبل عام 1980، حتى انتشرت مؤخرا صورة 1974 للمبنى وكان وحيد في هذا المكان. للأسف لم تحظى بأي مشروع جديد من ثمانينات القرن الماضي،
كل هذه المباني قديمة، عملت ترميم فقط في سنة 2005. الثانوية اليوم بحاجة إلى مشروع جديد بمبنى جديد بمواصفات حديثة، خاصة أن أغلب الصفوف خصوصا صفوف الشعب أولى الآن في مباني أسست كسكن داخلي وليس كصفوف. التشققات والانهيارات الجزئية تتزايد في أبنية الثانوية دون تحرك جدي لمعالجتها رغم المناشدات المستمرة. وبالرغم من الإقبال الكبير على الدراسة وخاصة السنوات الأخيرة، إلا أن الوضع يزداد نتيجة موجة النزوح إلى حضرموت، ما أحدث ازدحاما في الصفوف التي لم تكن مخصصة للدراسة حين تم إنشاؤها، بل كانت سكنا داخليا للطلاب في الفترة الماضية. يعني صراحة الأوضاع هنا أبدا ما تخارج، يعني من ناحية المباني حق أول ثانوي، أنا درست هنا أول ثانوي وأنا طلعت ثانية، بس يعني أول ثانوي يعني هي أول على حسب كلام المدير الفاضل، على حسب كلامنا كانت هذه أول شيء سكن، كانت هذه حق أول ثانوي، بس يعني أوضاعها جدا جدا يعني ما تخارج أبدا، ولا تساعد حتى للدراسة ولا للتهيئة حق الدراسة. يعني المباني أبدا ما تخارج، ولا هي نظيفة، ولا هي تخلي الواحد حتى طالب يعني يتشجع للدراسة، وضيق وحماس الأيام مع الصيف، يعني جدا جدا صعب، وقدها هي أوضاعها يعني قدها شبه كذا وتسقط على طالب واحد ولا شيء، تندم عليه مبنى ولا شيء، قدها يعني أبدا ما تخارج الأوضاع، والسكن ذا عايفة هالخلع. اللي كان يحكونا على ثانوية الصبان، ثانوية ممتازة، ثانوية عريقة، ثانوية متطورة، دخلنا الصبان قديم انهارت، نطالب السلطات الحكومية تجديد المبنى ببناء مباني جدد. ونطالب الاهتمام الصفوف، لو تشوف قف الصفوف اعملوا لفص للصفوف منهارة جدا، نطالب السلطات الحكومية الاهتمام. إهمال كبير تتعرض له المؤسسات التعليمية بوادي حضرموت جعل الكثير منها غير مهيئة للدراسة نظرا لقدم مبانيها أو الازدحام الشديد مع غياب مشاريع البنية التحتية التعليمية، وهو ما يتطلب تحركا مسؤولا من قبل الجهات المعنية لانتشال القطاع التعليمي والمحافظة على مستقبل الأجيال وحقهم في التعليم. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، حضرموت. إلى مأرب مشاهدينا، وفي مبادرة أرادوا من خلالها رد الجميل لمعلميهم، أقام طلاب قسم الإعلام بجامعة إقليم سبا حفل تكريم لأساتذتهم، وذلك تقديرا لجهودهم خلال الفترة التعليمية التي قضوها في الجامعة. في الوقت الذي يتعرض فيه المعلمون وأساتذة الجامعات للتعسف وقطع الرواتب وغمط حقوقهم، يبرز طلاب قسم الإعلام بجامعة إقليم سبا بمبادرة لتكريم معلميهم وأساتذتهم الذين تتلمذوا على أيديهم منذ اللحظة الأولى لدخولهم الجامعة حتى التخرج. في ظل ما نرى من تعسف كبير في عدة مناطق للدكاترة، من حرمان الدكاترة والمعلمين من أبسط حقوقهم وهي حقوق الراتب وغيرها، أردنا اليوم أن نرد لهم الجميل لأنهم منبع النور ولأنهم من أضاءوا لنا الطريق. قررنا أن نقوم بلفتة مختلفة لدكاترتنا وأن نقوم بتكريمهم بطريقة متميزة، فقمنا باستدعائهم هنا إلى دوار شعلان وأمام العديد من الناس والحاضرين، وقمنا بتكريم بعض الدكاترة البارزين والذين علمونا طوال الأربع سنوات وكان لهم الفضل الكبير في تطويرنا سواء في حياتنا العلمية أو العملية. في ميدان الشهيد شعلان بمدينة مأرب جرى حفل التكريم الذي بدت فيه ملامح الفرحة على وجوه الأساتذة الذين شعروا بامتنان طلابهم لهم في لحظات مشرقة سيسجلها التاريخ، احتراماً وتقديراً لمن بذلوا الجهود لتعليم الأجيال. هي لفتة أنا أعتبرها من اللفتات الكريمة الرائعة التي تأتي في ظل التهميش الذي يعيشه المعلم أو المدرس أو الأستاذ الجامعي، وأيضاً هذه تعبير عن حب ووفاء هؤلاء الطلاب الذين إن شاء الله نبادلهم الوفاء بالوفاء، وندرك أنه مهما كانت التحديات فإننا لن ننسى هذا الجميل ولن ننسى لطلابنا
أيضا حقهم في أن يتعلموا وفي أن يكونوا في هذه المرحلة أكثر إصرارا وأكثر عزيمة. جهود كبيرة يقدمها المعلمون وأساتذة الجامعات رغم الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تعصف بهم ومطالبتهم المتكررة بتحسين رواتبهم ومستحقاتهم، فهل سترد الجهات المعنية الجميل لهؤلاء المعلمين؟ خليل المليكي لبرنامج أسبوع البلد، مأرب. في زمن تحدى فيه الشباب الصعاب وأيضا أظهروا إصرارا وعزيمة على التعلم والتميز، كان لابد من تقدير هذه المواهب والإبداعات التي تضيء سماء تعز بالأمل والفخر. هذا التقرير نستعرض من خلاله قصص بعض الطلاب الذين جمعوا بين حفظ كتاب الله والتفوق في دراسته. تعبوا واجتهدوا واليوم يجنون ثمار تعبهم، حفظوا كتاب الله وتفوقوا في المدارس، فكان هذا الحفل تكريما لهم على الجهد المضاعف الذي بذلوه في المدارس وفي حفظ القرآن الكريم. رفعوا رؤوس أهاليهم في الدنيا بحصولهم على درجات عالية في نتائج الثانوية، ووضعوا على رؤوسهم التيجان بعد حفظهم لكتاب الله الذي كان رفيقهم وسندهم في هذا النجاح الكبير. رسالتي للطالبات، القرآن الكريم كان لنا حافز أنه وصلنا لهذه المرحلة، وكان لنا حافز مرة كبير، يعني لولا حفظ كتاب الله ما كناش تفوقنا بالمدرسة، والقرآن الكريم فتح عقولنا أكثر وأكثر، وسع مداركنا يعني في الحفظ. من بين الآلاف من الطلاب المتفوقين في تعز اختير 50 طالبا ليكرموا الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والحافظين لكتاب الله. أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة في تعز حصدوا درجات عالية في الامتحانات النهائية، لكن قليلا من هؤلاء جمعوا بين حفظ القرآن والتفوق في المدارس. تكريم خريجين المتميزين في الثانوية العامة الحاصلين على معدل امتياز من 90 إلى 99، وهؤلاء الخريجين كلهم من طلاب الحلقات القرآنية ومن حفاظ القرآن الكريم التابعين لجمعية معاذ العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي رسالة لنا أيضا أن القرآن يزيد الإنسان تميزا وإبداعا في حياته العلمية والتعليمية. وفي هذا الحفل لا ننسى أن نشكر الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في دولة الكويت الشقيقة على دعمها لحلقات القرآن الكريم والمناشط العلمية والثقافية في اليمن. ولأن حافظ كتاب الله نموذجا فريدا يجب الاهتمام به وإعطاؤه كل الرعاية ليكون قدوة لغيره من الشباب، تواصل تعز الاحتفاء بهؤلاء في مهرجانات عدة طوال العام. بالإضافة إلى ذلك تقدم لهم مكافآت ومنحا وفرصا تعليمية وتوظيفية لتشجيعهم على المواصلة في طريق العلم والعمل. طه صالح لبرنامج أسبوع البلد، تعز. إلى عدن مشاهدينا، حيث سجلت مبادرات وحملات مكافحة العمى نجاحا، حيث شهد إقبالا كثيفا من شريحة ذوي الدخل المحدود على هذه الحملات بالمدينة، وتلقوا من خلالها عمليات جراحية وفحوصا طبية مجانية. تفاصيل في هذا التقرير. تمثل حملات العلاج المجانية نافذة أمل للفقراء وفرصة ثمينة يتلقون من خلالها فحوصا ومساعدة طبية لا يستطيعون الحصول عليها نتيجة ارتفاع الأسعار في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة. يتوافد هنا العشرات من كبار السن المصابين بأمراض العيون للاستفادة من خدمة الحملات الطبية المجانية المقدمة من منظمة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية، وتهدف إلى علاج أمراض العيون على أمل إعادة النظر إلى المرضى الذين فقدوا بصرهم منذ أعوام. نحتاج العمليات لأنه خلاص إذا كان واحد ما سوى العملية معناته إيش؟ معناته فاهم يعني على طول يعني. والله اللي قدم في بن مويه البيضة ولا في اسمه هذا اللحمة ولا شيء لازم يسوي عملية، إذا ما سوى عملية هو حيتعب يعني. هذا هو.
حملات مجانية استهدفت المرضى من الأسر المحتاجة والعاجزة عن دفع تكاليف إجراء العملية، ما شكل ارتياحا واسعا لدى هذه الشريحة. ما شبش يعني، وحال ما حل النظارة ما أشوف إذا ما القشاش، لما ألبس النظارة أشوفك تمام يعني الحمد لله يعني، بس لما زحب يسوي العملية. رغم الجهود المبذولة في التشخيص والعلاج من قبل القائمين على الحملة، إلا أن الحالات المحتاجة إلى العلاج في الزياد. تنفيذ مشروع العمليات البيضاء لأكثر الناس حاجة من الطبقة التي لا تستطيع تحمل تكاليف وأعباء هذه العملية. تقريبا العدد الذي سينفذ اليوم هو 50 عملية إن شاء الله، بالتعاون مع مستشفى مكة الطبي ومنظمة بصر بإذن الله تعالى. سيكون عندنا تطواف أيضا في مناطق ومدن أخرى فيها في اليمن حتى نطلع على واقع المشاريع التي تنفذها المؤسسة. وتسهم هذه الحملات في تحسين جودة حياة المواطنين وتمكينهم من حقهم في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، عدن. إلى صنعاء، حيث تمكن 4 طلاب من قسم الميكاترونيكس في إحدى الجامعات الخاصة ضمن مشروع تخرجهم من ابتكار فرن كهربائي لصهر المعادن بتقنية حديثة ليتم التحكم به عن بعد حماية للعاملين فيه، وأيضا يمكن لأي شخص امتلاكه وبدء مشروع استثماري به. التفاصيل في هذا التقرير. فرن كهربائي يعمل على صهر المعادن ومعالجتها، تلك كانت فكرة يوسف محسن وأصدقائه أسامة صالح وطه حمود وحاتم علي من كلية الهندسة لتقديم مشروع تخرجهم من قسم الميكاترونيكس. ويقوم مشروعهم على تقنية حديثة تتمثل في نظامين للتحكم بدرجة حرارة الفرن والعمليات التي ينفذها، بناء على جهاز تحكم تمت برمجته وربطه بواجهة رسومية تظهر على الكمبيوتر. قمنا بتنفيذ مشروع فرن إذابة واستخلاص المعادن باستخدام الأتمتة، حاجة لبلادنا في صناعة الاستخراجية، وثانيا لعدم وجود أفران تتمتع أو تحتوي على نظام تحكم متطور. الميزة حقه هو يتكون من نظامين تحكم، تحكم بي اي دي المعتاد في الأفران العادية، والميز له هو النظام التحكم بواسطة بي ال سي ولاب فيو، هذه هي التي أعطته الميزة الفريدة من نوعه. اختار الطلاب المبتكرون فكرة الفرن الكهربائي لما من شأنه أن يسهل الكثير من الأمور على العاملين في هذا المجال دون التسبب بأي أضرار لهم، واستغرق عملهم 4 أشهر لجمع القطع وتكوينها بهذا الشكل وتسهيل حمله ونقله. المشروع عبارة عن فرن صهر معادن لصغار المصنعين، حيث أن البلاد عندنا ما فيش فيها أي فرن فيه تحكم آلي بهذا المشروع، بهذا التطبيق، تطبيق صهر المعادن. فهم صغار المصنعين الآن عندهم مشكلة في جودة المنتج، من حيث انبعاثات الغازات، من حيث انبعاثات الغازات، وكذلك من حيث درجات الحرارة ما بيتمش ضبطها بالشكل المناسب. فهذا المشروع يوفر لنا عدم انبعاثات غازات اللي هي تأثر في جودة المنتج، وكمان يوفر لنا التحكم الكبير في درجات الحرارة، يعني درجات الحرارة ترتفع بالتدريج أو تنزل بالتدريج حسب العملية، حسب متطلبات العملية اللي بيقوم فيها المصنع. اشتغلنا على مشروعنا بعدة مراحل، وفي المرحلة الأولى بدأنا بتصميم الهيكل والعربة وبناء الفرن، وقمنا بتجهيز القطع اللازمة وربط الأنظمة الإلكترونية، وهناك العديد من المعوقات ومنها عدم توفر بعض القطع في السوق المحلية. يدعم الفرن صغار المصنعين والحرفيين في مجال التعدين وسبائك الذهب وإعادة تشكيلها خالية من الشوائب، ويعد جاهزا للاستخدام،
وهي فكرة مميزة إذ ما وجدت الإقبال والدعم لتبنيها وتطبيقها على نطاق أوسع للاستفادة منها وتطويرها أيضا. شكرا للمتابعة مشاهدينا، إلى هنا نكون قد حطينا الرحال في آخر تقارير أسبوع البلد. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله.